مستمرين معكم نوفمبر 2018 بيبر 2 فاريانت 1. والسؤال ال 13 بيقول لي اوش بيزن حوض has an exit pipe covered with a plug of an area 12 سنتيمتر كيوب. دي area يا جماعة. طبعا هو بيتكلم على البتاعة دي البلاج دي اللي هي السدادة بتاعت الحوض. A chain is attached to the center of the plug to assist in pulling البتاعة دي يا جماعة عشان نشد منها السدادة ونفتحها. Away from the exit hole the wash basin contains water to a depth of كذا. ده الدبث يا جماعة, ده الدبث العمق. والدنسي في الوتر كذا. هي يا جماعة هي الأساس في حل أسئلة الكالكيليشنز عموما انك انت تقلب اللي قدامك لحروف وتبدأ تظبطها على الرولز بتاعتك. طبعا هو طالب ايه, what is the force يا جماعة, A و H و رو وعايز F. فانت القضية هنا يا جماعة انك انت بتبدأ ان انت خلاص ما عادش في نظام اللي هو السؤال برول واحدة ورو جي اتش وام جي اتش وهاف ام في سكوير. لا لا لا, الاسئلة اصبحت كذا رول في بعض. يا ترى ازاي بالجيفنز دي نقدر نجيب فورس؟ لو انت واد مذاكر كويس فانت عندك على فكره كذا طريقه. الطريقه الاولى اولا 12, ركز ان هنا الدنسيتي 1000 كيلو جرام بير متر كيوب, وطبعا هنا الفورس بالنيوتن, فانت وهنا بالمتر, فانت ما ينفعش ده يكون بالسنتيمتر سكوير, فهنضطر نحولها. فدي اول تركه في الموضوع ازاي نحول. ركز ان دي سنتيمتر سكوير, سكوير يعني هنحولها لمتر سكوير, يبقى 1.2 times 10 power negative 3 متر سكوير. pressure equals rho gh. طب ايه اللي جاب البريشر من الموضوع؟ ما هو انا ما عنديش رابط مباشر ما بين الحاجات دي وما بين الفورس, فانا هدخل وسطة في النص اللي هو البريشر. ادي رو 1000, جي اللي هي الكونستنت ب 10, والاتش يا محترمين هي 0.080 يديني 800 باسكال. تمام, سو وات يعني ماشي, ادي جبت البريشر. يعني ايه بقى الجديد في الموضوع؟ قال لك ما البريشر ايكوالز فورس اوفر اريا, يبقى ده معناه ان الفورس ايكوالز بريشر تايمز الاريا which is 800 زي ما احنا طلعناها حبايبي, تايمز الاريا اللي هي 1.2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 اللي هي دي بالظبط, هيديني 0.96 نيوتن. وضحت قوي قوي يا جماعه ان ازاي احنا, شوف استخدمنا رولين مش رول واحده, وهي دي بقى الستايل الجديد للاسئله بتاعت بيبر 2. ما عادش في نظام او قليل جدا انك تلاقي سؤال يتحل دايركت برول واحده, والله جات يبقى فضل ونعمه من الله. في طريقه تانية, في طريقه تانية لو انت ولد جامد. طب ما انا ممكن اجيبها, ما هو الدنسيتي ايكوال ماس اوفر فوليوم. تمام, يبقى الماس ايكوالز الدنسيتي تايمز الفوليوم. خلاص ماشي, الدنسيتي بتاعت حضرتك ب 1000, طب مين الفوليوم ده بقى؟ ان شاء الله الهايت تايمز الاريا, الهايت تايمز الاريا اللي هي 0.080 تايمز الاريا دي يديني الرقم ده 0.096 كيلوغرامز. يبقى وزن الميه يا جماعه اللي فوق البتاع دي, وزن الميه او الماس بتاعت الميه اللي فوق البتاع دي لغايه السيرفيس اوف الووتر, شويه الميه دول يا جماعه وزنهم كماس 0.096. طب ما الفورس هو الويت يا جماعه, ما هو الويت هو الفورس, دي نيوتن ودي نيوتن, يبقى W equals mg, يبقى 0.096 في 10 تديني 0.96 نيوتنز, برضو نفس الإجابة. سؤال جميل وظريف, هيبين مين اللي بيعرف يلعب بالرولز من اللي هو جاست حافظها كحروف وخلاص وما يعرفش ايه يتفاعل معها.